نبع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، نقرأ في هذه الجلسة قول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. إن شأن القرآن في استعراض مآلات الناس أن يذكر الفريقين أو القبيلين، أهل الشقاء وأهل السعادة. وقد سبق فيما قرأنا وما تلوناه أن وقفنا لدى قول الله تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فلما انتهى الحديث من تفصيل ومن ذكر مآل أصحاب الشقاء، انتقل كتاب الله تعالى إلى الفئة الأخرى، فئة أهل السعادة، وهؤلاء هم الذين نجوا وفازوا، والله تعالى يذكر الآن مصيرهم ويذكر سبب ذلك المصير. فكما بين كتاب الله تعالى فيما سبق أن الإجرام والمعاصي هي سبب ورود هؤلاء النار، وحينما عرف الله تعالى هذه النار وجهنم قال: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، أي فبسبب كونهم مجرمين وبسبب كونهم مكذبين كانوا من أهل جهنم. هنا حديث آخر يتحدث كتاب الله تعالى عن أهل السعادة، أهل النجاة، فيقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهناك نتيجة هي الجزاء، وهناك سبيل إلى ذلك الجزاء. السبيل هي خوف الله تعالى، والجزاء هو الاستمتاع بجنتين. فالسبب والمآل واضح، والسبيل المؤدية إليه أيضا واضحة. كتاب الله تعالى يختصر المعاني الكثيرة في الجمل القليلة. هنا حديث عن مصير أهل الجنة، ولكنه أيضا فيه تنبيه إلى سبب كونهم من أهل هذه الرتبة وهذه المنزلة، وهي قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه. فإذا كانت الجرائم بريد جهنم والطريق المؤدي إلى جهنم، فالخوف من الله تعالى هو سبيل وراثة هذه الجنة، سبيل الوصول إليها والفوز بها والظفر بها. ومن هنا كان واجبا على الإنسان وهو يبني نفسه انطلاقا من القرآن، لا من تصورات بشرية ولا من اقتراحات أناس تفوتهم أشياء، لأن الإنسان بطبيعته لا يدرك ما عند الله تعالى. من كان يريد أن يبني نفسه ويربيها ويهذبها أخذا من القرآن،
فهو الآن يسمع أن خشية الله تعالى وأن مخافة الله تعالى هي الطريق المنجية وهي السبب لهذا المآل. الآن كتاب الله تعالى يضع أمامنا أفقا ويضع أمامنا غاية يجب أن تتعلق بها النفوس في هذه الحالة في حياتنا الدنيا، وهي مخافة الله تعالى، خوف الله عز وجل. هذا الخوف إذن عاطفة وشعور يجب أن يبنى في نفس الإنسان، يجب أن يربى في نفس الإنسان، لأن الخوف هو أعم من هذه الطاعات. الخوف له جانب يتعلق بالطاعات وجانب زجر عن المعاصي. الخوف كما قيل فيه هو صوت من الله تعالى يوصل العباد إلى التزام الطاعات وترك المنهيات، هو صوت حاد يحدو الإنسان حينما تفتر همته، حينما يتكاسل، حينما يتقاعس. يكون خوف الله تعالى هو الصوت المحرك، هو المهماز المنشط للإنسان. إذا أراد الإنسان أن يقتحم بابا من باب أبواب المعاصي، أو إذا هو تكاسل عن شيء من الطاعات، يكون خوف الله تعالى هو المحرك له ليندفع في طريق الطاعة، والطاعة قد تكون شاقة، وهو الكابح له والملجم له حتى لا يتورط في المعاصي. فمخافة الله إذن جزء حقيقي في تربية الإنسان. ليس ضروريا أن نتعمق كثيرا أو نذهب يمينا وشمالا، ولكن لنعرف أن هذا معنى من المعاني، حقيقة من الحقائق الشرعية، جزء من التربية الإيمانية، وهو أن يكون في نفس الإنسان خوف من الله عز وجل. ما هو الخوف؟ ما هو الخوف في الأصل؟ الخوف هو تألم القلب، وتألم القلب أي اعتصار القلب وتألمه بسبب توقع مكروه في المستقبل. الخوف هو عبارة عن هذا الإحساس الذي يتألم فيه القلب ويعتصر هذا القلب ذاته بسبب أنه يتوقع مكروها. المكروه ليس واقعا، المكروه متوقع إما في الأجل القريب أو البعيد. وهذا الخوف أو هذا الضرر أو هذا المكروه هو مستقبل، يمكن أن يكون أن يتم اليوم أو غدا أو بعد غد. فالمهم أن الإنسان بطبيعته يكره هذا الضرر ويكره هذا المكروه ويفر منه، وبالتالي قبل أن يحل بالقلب، قبل أن يحل بالإنسان مكروه، يكون القلب قد ارتجف وقد تحرك وقد تألم. تعرفون أن الخوف قد يكون أشد في بعض المرات من المتوقع نفسه. هناك من يتوقع شيئا من الضرر ويحكى له عنه، خصوصا إذا كان الذي يحكي يبالغ. قد يقول له إنسان إنك ستذهب إلى الطبيب الفلاني وسيجري لك عملية جراحية صعبة وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، ها؟ فيكون هذا شيئا مرعبا. ربما حينما تجرى له العملية تكون أقل ضررا مما صوره صاحبنا الأول، فكان الخوف أشد من العملية نفسها. والتخويف في بعض المرات قد يقتل في الإنسان كل رغبة في الحياة، كل رغبة في الاستمرار. هناك مثال ربما سبق لي أن ذكرته لكم وقد أورده الإمام الرازي في تفسيره حينما أراد أن يتحدث عن نعمة الأمن والإحساس بالأمن، فقال: لو أننا ربطنا شاة في مكان وربطنا إلى جوارها أو قريبا منها ذئبا،
الذئب مربوط لا يصل إليها، لكنه ينظر إليها وهي تنظر إلى الذئب تخاف منه، تتوجس تتوقع أن ينقض عليها في أي لحظة. فإذا منحناها أو أعطيناها طعاما لا تأكل منه، تآفه، وفي كل مرة تريد أن تأكل ذلك الطعام تبقى في خوف، وبالتالي لا تجد في نفسها شهية الأكل، لأن الخوف منع عنها شهية الأكل، وتستمر ربما على تلك الحال إلى أن تموت. هي إذا ماتت لم تمت بالجوع وإنما ماتت بالخوف. فالخوف شيء فظيع جدا، الخوف شيء مؤلم، الخوف الذي هو خوف ارتجاف، خوف طبيعي، خوف عادي كما يقع للناس في أمورهم المعيشية. فهذا الخوف الذي هو توقع مكروه هو عبارة، ليس هذا الخوف شيئا غير هذه الحالة الشعورية التي يحس بها القلب فينقبض بسبب ذلك. حينما يحكم على إنسان بالإعدام ويؤجل تنفيذ الإعدام مثلا أسبوعا أو أسبوعين أو أكثر أو شهرا أو أكثر من ذلك، هذا الشخص الذي يسمع أن حكم الإعدام نهائي وينتظر أن ينفذ فيه، هل تتصور أنه ينام وأنه يأكل ويشرب؟ لا، لا يمكن أن يطرأ عليه إلا في القليل النادر نوم أو أكل أو شرب أو يستند شيء من الدنيا، لأنه فعلا يتوقع مكروها آتيا، وهذا هو الموت الأول في الحقيقة، هذا هو الموت الأول. الخوف شيء مزعج ومؤلم، لكننا الآن نتحدث عن شيء آخر هو يشترك مع الخوف الدنيوي، ولكن الخوف المطلوب الآن هو خوف من الله، وخوف الله لا يمكن أن يكون بهذه المثابة. خوف الله لا يورث إلا اطمئنانا في نهاية المطاف، وإلا رضا وإلا سعادة. ليس معنى خوف الله تعالى أن يكون الناس دائما مضطربين قلقين، أبدا. المسلمون بطبيعتهم أمة لما يأخذون ويرتبطون بكتاب الله هم أمة هادئة وأمة مطمئنة وأمة تقل فيها الأمراض النفسية والعقد النفسية لأنها تفوض أمرها إلى الله. الخوف عند غير المسلمين فعلا جزء من حياتهم مكين فيه، الخوف على المستقبل، الخوف على المهنة، الخوف على التحولات الاقتصادية، الخوف من سقوط الأسهم في البورصة، الخوف من الشيخوخة، الخوف من هؤلاء الناس يخافون من كل شيء. تعرفون أن بعض الناس بعض الأوروبيين حينما يتذكرون سني أو مستقبلهم مع في نهاية الأمر تتصور أن الإنسان الأوروبي حينما يفكر في مآله وفي مصيره يخاف منه، يخافون من الشيخوخة خوفا كبيرا، لأنها مصير مؤلم، ولأن المجتمع يهمل الناس، ولأنهم يصبحون بلا قيمة بلا أهمية، وبالتالي فهم يخافون. طبعا نحن في مجتمعاتنا الإسلامية لا يشكل هذا بالنسبة لنا هاجسا، لأن الأسر تنقل الكبير من حال إلى حال وتحيطه بالعناية وتحيطه بنوع من الاحترام كبير، ويقبل الأبناء أيادي آبائهم وأمهاتهم حينما يخرجون، ويطلبون الدعاء من الآباء الكبار. يشعر الأب أن له مهمة فعلا، ولو مهمة أن يتبرك به، أن يقال له أنت في هذا البيت بركة ودعاؤك صالح وكذا وكذا، فهذا شيء يعطي الإنسان معنى لوجوده، لا يصير الإنسان كما مهملا ولا أهمية ولا قيمة كما هو بالنسبة لمجتمعات أخرى. ثم هناك خوفهم من الموت، الخوف من الموت عند الآخرين وخوف مزعج ربما أدى إلى نوع من المسارعة في إنتاج الأدوية بكيفية أكثر من الحاجة، بانتشار هذا العلاج. وجيد وجميل جدا أن يكون في الأمة العلاج،
ولكن حينما يكون الإنسان قد أصبح يسكنه هاجس الخوف من الموت وأصبح يستعمل الدواء ثم ينهي ثم يستعمل دواء آخر ولا ينهي ثم يستعمل دواء آخر ولا ينهي، مع ذلك أنه أصبح في حالة قلق، لم يعد إنسانا معالجا كما يجب أن يعالج، بل هو يريد أن يستمر في الحياة. وبالتالي فأنتم ترون أن هنالك نوع من الحيل على درء هذا الموت أو البعد عن الموت، والخوف خوف منه يؤدي إلى مجموعة كبيرة من التجارات التي توهم الإنسان أنه إذا أقدم على هذا النوع من البضاعة فإنه يؤخر الوفاة. إذن هذا هو طبيعة الخوف، كما قلت خوف شعور مزعج للإنسان، لكننا نتحدث الآن عن خوف آخر. الخوف في حقيقته يتكون أو يتأسس بناء على العلم. لاحظوا الآن، الخوف الذي يتحدث عنه هو خوف مؤسس على العلم. الجاهل لا يعي شيئا ولا يعرف شيئا، ويقدم على الأشياء لا شجاعة ولكن جهلا. إذا تصورنا أن إنسانا ما جنى جناية في حق إنسان حاكم كبير وأذنب ذنبا وأجرم جريمة ثم ضبط، هذا الذي أتى هذه الجناية ضبط وأخذ، فحينما يؤخذ تدور في ذهنه كثير من التصورات والاحتمالات، فيقول يحتمل الأمر يحتمل أن هذا الحاكم يعفو عني ولا يعاقبني، ممكن، وهناك احتمال آخر أن أتلقى هذا الإنسان أشد العقوبة بأن يقتل مثلا. فما الذي يرجح في ذهن الإنسان، هذا الاحتمال أو ذاك؟ ما الذي يجعله يطمئن إلى هذا أو ذاك؟ هل سيقتل أم سيعفى عنه؟ هذا هناك مجموعة من الأشياء تعطي الإنسان هذا الترجيح. فإذا هو علم مثلا أن هذا الحاكم قاس، وعلم أن المحيط الذي يحيط به لا يصيه إلا بالشر وبالقتل، وإذا علم بأن الجناية التي جناها هو نفسه جناية كبيرة والصغيرة، إذا علم أنه هو ليس له نصير عند هذا الشخص ولا من يشفع له ولا من هو من أصدقائه من يعرف هذا الحاكم، إذا علم من نفسه أنه ليس له مزية أصلا، ليس له فضيلة هو نفسه، فكل هذه الأشياء تجعله يتوقع أن العفو بعيد المنال. لكنه إذا كان يعلم مثلا أن الحاكم رؤوف فيه رحمة، وأن له هو من جهته خصائص كأن يكون لهم به قرابة، وأن له سابقة في الفضل تشفع له بأن كان قد أدى خدمات جيدة مثلا في مجال من مجالات معينة من الفضل، فهذه الأشياء المجتمعة تفيده أنه يمكن أن يكون العفو أقرب. إذن فالعفو أو العقوبة كل قبيل من هذين مؤسس على العلم بمجموع هذه الشروط. معنى هذا أن العفو أن العقوبة وتوقع العقوبة دائما مرتبطة بهذا الأمر. فإذا علم الإنسان أن له كل هذه الشروط التي تؤدي إلى أن يقتص منه، فهو ذنبه كبير والحاكم قاس والطائفة المحيطة بالحاكم أيضا توصي بالشر وإلى غير ذلك، فهنا يكون خوفه شديدا، لأنه علم أن كل المؤشرات تفيد أنه ذاهب إلى اتجاه الأسوأ. فإذا خوفه الشديد بناء على معرفته بهذه الشروط والمواصفات. إذا فالخوف ينشأ عن معرفة. هذا الإنسان المؤمن الآن يخاف الله
والذي ليس مؤمنا أو قليل الدين ليس يخاف الله. لماذا؟ هذا المؤمن علم من الله أشياء كثيرة، قرأ القرآن كثيرا وقرأ السنة وعلم ما لله تعالى من آيات بين فيها أنه منتقم ويحذركم الله نفسه. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن بطش ربك لشديد. ويقرأ في القرآن عن أمم أهلكهم الله تعالى بذنوبهم، منهم من أغرقنا، منهم من أخذته الصيحة، منهم من خسفنا به وبداره الأرض. هذه آيات كلها تفيد أن الله تعالى منتقم وأن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب وأن أخذه أليم، ليس كما يريد الناس أن يتصوروا أن الله ليس له إلا أنه رحيم، هو رحيم، ولكن الله تعالى أيضا يقول ويحذركم الله نفسه وإيايا فاتقون وإيايا فارهبون. إذن هذه آيات يسمعها الإنسان وهو يعرف أن كلام الله صدق، فيجعل الإنسان هذه الآية تجعل الإنسان يتخوف من الله عز وجل ولا يتجرأ على الله عز وجل، وظانا أن الله يغفر جميع الذنوب بلا توبة بلا رجوع، وأن الذنب بالنسبة إليه لا يعني شيئا، وأن الله ليست له إلا الجنة. هذا الفهم والمعرفة بالله هذا تؤدي إلى هذه النتيجة. الأمر الآخر العلم بنفس الإنسان. الإنسان إذا أيضا كما يعلم الخالق ويعلم ما له من صفات، وأيضا خبير بنفسه، ليس مغترا بنفسه، يعلم أن له تقصيرا في جنب الله، أن له عبادات ضيعها، أن له فرائض تركها، أن له معاصي هو أعلم بها، فهو من هذه الجهة يخاف الله. الجاهل بنفسه كالجاهل بالله عز وجل، الجاهل بالله لا يعرف أن الله له من صفات الانتقام ما له، والجاهل بنفسه في يومه الواحد يقارف العدد الكبير من المعاصي، فإذا سألته وإذا حددته أو إذا نصحته قال ماذا فعلنا؟ ماذا نوالو؟ احنا قتلنا الروح ولا ما كانتش حاجة؟ احنا مزيانين. فهناك من لا يفعل شيئا إلا أنه يزكي نفسه، ماذا الحمد لله ماذا نوالو؟ رحنا حدنا حد كذا والحمد لله رحنا طاهرين وكذا. وكثير من من من, من يقول الذي يقول هذا الجاهل بنفسه، ويتصور أنه ما عندوش حتى شي معصية تماما، لأنه ما قتلش النفس، عنده كاين معصية واحدة هي اللي قتل النفس. وهل ضيعت الفرائض؟ هل تجرأت على الله؟ هل غضضت البصر؟ هل وقعت في أعراض الناس؟ هل افتريت على الناس؟ هل أسأت الظن بالناس؟ هل غششت الناس فيما بعتهم، فيما اشتريت منهم إلى آخر ذلك؟ بمعنى أن هذه المعاصي كثيرة جدا، منها كبائر وأكبر الكبائر، ومنها صغائر هذه اللمم، ولكن الإنسان في عادة ما يقع له من هذا الكثير، الإنسان يخطئ، ولكن الإنسان الذي يخاف الله تعالى يعرف أنه مذنب وأنه في حاجة إلى توبة، وأنه في حاجة إلى إنابة، وأنه في حاجة إلى مغفرة. والجاهل بنفسه يقول لماذا تولي؟ أي ما عرفش تبدا المعصية بالذنب، ما عرفهاش أصلا، فلتنتظره أن يتوب منها. والآن يقول بأنه ما عنده تشي معصية، وهو كل معاصي، كله معصية، وما صلى في وقتها، صلى في وقتها، ما أدى الزكاة، ما أقول لك الحمد لله رحنا لباس. لو سألته في زكاة ماله
زكاة المال ماشي الآن ماشي شي حاجة كبيرة تسول عليها الأغنياء ولا الإنسان يكون عنده النصاب راه واجب تاع الزكاة 8000 درهم و 8500 درهم صافي الله هذيك هي الزكاة وهم 8000 درهم كاع ما يسولش على الزكاة يقول مع هذا غير عطوني الزكاة هو غير مسكين راه واجب عليك الزكاة إذا عندك مليون راه واجب عليك الزكاة إذا ما عطيتهاش لك راه يستوي اللي ما خرجش الزكاة بالمبالغ الكبيرة بحاله بحال اللي ما خرجش أنت عندك مليون واجبت عليك 25000 راك وكليتها ما خرجتهاش راه بحالك بحال اللي وجبت عليه الزكاة وجبت عليه 50 مليون وما ما خرجهاش كيف كيف لأن هذه معصية والأخرى معصية وما أكثر من لا يسأل عن الزكاة أصلا مليون مرة رقم الآن مليون ماشي صعيب زعما باش يكون عند الناس ماشي صعيب بعض النساء موجودة شارفات في الديار من عندهم مليون وزوج وثلاثة غير قاعدين ما عندهم والو غير يجمعوا غير ها ولكن الزكاة واجبة على الحاج فلان والحاج فلان والحاج فلان هو كاع عمره ما سول وبالتالي يقول لك واش ندير نحن ما درنا حتى شي حاجه تركت ركنا اش درت بغيت ندير اكثر من هادشي تركت ركنا تركت صلاه تركت زكاه الى غير ذلك من المعاصي لان المعاصي كثيره جدا الانسان يقترفها فاذا كان الانسان يزكي نفسه ويرضى عن نفسه فانه لا يمكنه بعد ذلك ان يخاف الله تعالى اذا فالخوف من الله تعالى مؤسس على امرين شو ما الخوف والمعرفة بالله عز وجل وصفاته والمعرفة بالنفس أيضا فمن لم يعرف نفسه لا يرجى منه أن يكون خائفا من الله عز وجل وإذلك ترون أن هؤلاء الآن الذين يتقدمون في بعض يتورطون في كثير من المعاصي الظاهرة الواضحة تجدون الآن في الأعراس وهي جاي الأعراس العر واختلاط وخمر وكذا وكذا شنو زعما دوك يتصورون ان الله سيعاقبهم هذا في غفله كبيره جدا العرس فات وجهنم راه حاضره هذا العرس سيذهب اذا وقع الانسان هذا العرس من هذا من هذا من هذا النعم ساعتين او ثلاث سوايع ولا اربع سوايع كل واحد غادي يفوت ليله ليلتي غادي تفوت ولكن في نهايه المطاف المعصيه ثابته ها هل الله تعالى يقال له بعد ذلك بأن الإنسان كان يستهين بالأمر؟ لا إن الله سبحانه وتعالى لم يغفر لعبده فإنه في الحقيقة قد تورط وقد أساء التصرف مع الله سبحانه وتعالى إذن فهذان أمران يكونان سببا لمخافة الله عز وجل هما السببان الحقيقيان هذه المخافة هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى هو خوف شرعي وخوف شرعي إذا حل بالقلب كانت له تجليات على الجوارح والأفعال كلها والأحوال أي حينما يخاف الإنسان الله عز وجل فإنه يصطبغ بصبغة الخوف من الله أي خوف الله ينبت فيه مجموعة من الأشياء أنا أذكرها الآن إنكم كما قالوا ليس الذي خائف الذي يبكي ويمسح عينيه ثم يقوم ليس هذا هو الخائف وكم من الناس يبدو لهم أنهم خافوا الله لأنهم سمعوا يوما ما آية تقرأ أو سمعوا إماما يتلو القرآن في التراويح وأجهش بالبكاء فأيضا بكوا معه وتصوروا لذلك هو منتهى الأشياء لا هذا شيء ليس إلا درجة ضعيفة جدا في معنى الخوف ليس درجة عادية وبسيطة في معنى الخوف الخوف إذا تحل بالقلب فإن علامة تمكنه وتقييده للجوارح وضبطها بحيث تنضبط على الطاعات وتكف عن المعاصي هذا هو الخوف وتجليه على الجسد لا يمكن أن يكون الخوف خوفا واليد طائشة والرجل طائشة واللسان غير منضبط مطلقا الخوف آيته وعلامته أن يكون هذا الإنسان قد برمج على الشريعة الإسلامية أصبح مبرمجا على الشريعة الإسلامية
بمعنى لا يمكن لهذا الإنسان أن يقدم على المعاصي بسهولة، كما يقع للناس الذين يلفقون داخل أنفسهم هذا الإيمان وهذا العمل كما يشاءون. لا، يصبح الإنسان، أنا لا أقول أن الإنسان يصبح معصوما، لا، ولكن الإنسان إذا هو كان مقدما على معصية أو على تقصير تلجلج في ذلك قد يغلب، قد ينهزم، ولكنه لا يذهب إلى الأشياء مستريحا. هذا الإنسان الذي فاته، والجميع يقع منهم هذا الأمر، قد يفوتك أنت ويفوتني أنا ويفوت الآخر صلاة الصبح، فالفرق كبير أن يفوتك صلاة الصبح وتقوم في نفس في 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 الصباح نشطا مستريحا كأن شيئا لم يقع، وقد يفوتك صلاة الصبح وتقوم وأنت في شيء من الكدر وفي شيء من الانزعاج والقلق والاضطراب لأنك لم تصلي الصبح. فرق كبير. إذا أنت أحسست بأن هذه الوضعية غير سليمة، بمعنى أنك أصبحت مهيئا ومبرمجا على صلاة الصبح، والنفس ليست إلا تعودا، هذه النفس الإنسانية هي هذه البرمجة، أنت تبرمجها على ما تشاء. لو شاء الواحد منا الآن أن يقرأ العلم الشرعي ويتعمق فيه ولا استطاع أن يفعل ذلك، شرط أن يبرمج نفسه. لو أحدكم أراد أن يكون لسانه لسانا صادقا بحيث لا يمكن أن يصدر منه كذب لكان ذلك منه، لأنه يبرمج، وليس الأمر إلا هذه الإرادة الأولى. الإرادة الأولى هي المنطلق، أن يقول الإنسان سأفعل هذا. وما أكثر ما للأمة من طاقات مهدورة وضائعة لأن الإنسان لم يتخذ القرار، قرار الطاعة لم يتخذ، قرار الإقبال على الله لم يتخذ، قرار المقاطعة للمعاصي لم يتخذ. ولذلك ترى الإنسان متدبدبا مترنحا مضطربا، ليس له اتجاه. ها الناس يتكلموا عن الإسلام وكذا وكذا، يتكلم عن الإسلام، يخرج من الناس يجبر الناس يدعونا إلى أشياء ضد الإسلام، معاصي وذنوب وأشياء انفلاتات، وشوية شوية يدخل توا فيها لأن دخلت واحد من باب العصبية ولا أولاد عمك ولا أولاد كذا ولا قبيلتي كلك. الإسلام أكبر من كل هذه الأشياء. الإسلام هو برنامج عملك، هو السلوك المنجي المنقذ أمام الله. لن ينجيك أي برنامج بشري، ما يمكنش يسلكك أي برنامج بشري لو كان رائقا جذابا، لا يمكنه أن يكون حجة لك أمام الله. لكنك حينما تختار القرآن وتختار السنة، كما قلت لن تكون معصوما، ولكن إذا وقع الخلل تشعر بالذنب، تشعر بالحسرة، تشعر بالألم، لأن الجسد يكون قد برمج على ذلك. هذه آية المخافة، مخافة الله تعالى. ثانيا، هذه المخافة تحول ذلك إلى حال شعوري، مش غير تصرف من تصرفات، لا، تصير هذه حالة من الأحوال. بمعنى أن الإنسان إذا خاف الله عز وجل، نظر إلى هذه الشهوات التي تعرفون بأنها تحيط بالإنسان، فنظر فيها نظرا الخائف من الله فأبغضها، يتكون محبوبة إلى الإنسان من حيث هو إنسان، لكن المخافة حينما تحل بالقلب تغير تلك المحبة إلى كراهية لشهوة، فهو لا يتوقف فقط عن الشهوة لأنه ينزجر عنها ويكف، بل يكرهها أصلا. ومثال ذلك، مثال الشهوة واللذة التي يصل بها الأمر إلى أن يصل بها أمر تصل في القلب مبغضة إلى نفس المؤمن، مثال ذلك شرب العسل مثلا. أنتم تعرفون أنه لا يوجد أحلى من العسل، والنفوس عادة تحب العسل، وتريد أن تتذوقه، وطعمه طعم مناسب لطبيعة الإنسان جيد، كل الناس يحب العسل. لكن
حينما تقول للإنسان هذا العسل اللذيذ الشهي، هذا العسل قد وضع فيه سم، قد سبق إنسان فوضع فيه سما حقنه بسم بمادة سامة، كيف ينظر إلى العسل؟ ها؟ ويحبه ويشتهيه ويرى حلاوته، ولكنه الآن انضاف إليه أمر آخر وهو أنه أصبح ساما، فيمجه يمقته يكرهه، لا يعود للحلاوة أي أثر في نفسه. لو قلنا له يا فلان شرب العسل لفر، لقل لو قلنا له يا فلان لا بد أن نسقيك العسل، سيأتيك رجلان يمسكانك لتشرب العسل، قل لا أشرب العسل. لو قلنا له سنأخذك لفر فرارا، يخاف أن يدركه إنسان فيسقيه العسل. هذا عسل كان شهيا محببا حلوا، من أين جاء هذا البغض للعسل؟ لصفة أخرى، شنية؟ هي أنه أصبح ساما، خوف الإنسان من السم بغض إليه لذة العسل، خوف الإنسان من السم وما يؤدي إليه جعله يرى أن ذلك العسل ليس حلوا وليس شيئا يشتهى ولا غرض له فيه ولا أرب له فيه، ويكره أن يشربه ويخاف أن يشربه ويفر فيما لو سقيناه هذا العسل. إذن فأصبح العسل يعني الموت، وبالتالي أصبح مبغضا ولم يعد الإنسان فيه أي اشتهاء. كذلك أيها الإخوة، كذلك لاحظوا هذا الكلام الذي أتكلم به الآن، الزنا في نفوس الناس، في نفوس الشباب الرجال والنساء، هو شيء قد يكون محببا إلى نفوسهم، وقد ينشأ الناس وهم يتغنون به، والبيئات الفاسدة يمكن أنها تشجع عليه، والكلمات التي يتناقلها الشباب خصوصا قد تدفع إليه. لكن حينما يعرف أن هذا الزنا فيه غضب الله عز وجل، وأن هذا الزنا فيه عواقب سيئة، وأنه إثم كبير، وأن الشرع يرتب له جزاء معروفا، قد يكون هو الجلد وقد يكون هو الرجم، وأن يوسف عليه السلام تحمل أن يسجن، تحمل أن يسجن 7 سنوات ولم يتحمل أن يزني مرة واحدة، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أي السجن على ما فيه من مشقة وعلى ما فيه من انتقال من حياة القصر إلى حياة هذه الدهاليز، مع ذلك على صعوبته الحياة فيها ومشقتها، فهي مع ذلك أحب إليه من أن يزني بامرأة دعته إلى ذلك وقالت له هيت لك، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فعرف أنه حينما عادل بين الفعلين كان السجن 7 سنوات، والبعد تصل إلى 9 سنوات، كان السجن أحب إليه مما يدعونه يدعوه هؤلاء الناس إليه. لاحظوا كل هذه أشياء ومؤشرات تفيد كم يكون الزنا خطيرا في المنطق الشرعي، كيف يكون الجزاء أخرويا والجزاء أيضا دنيويا. بشر الزانية بالفقر الحاضر، الزناة يبشرون بالفقر الحاضر، وكثير هم الذين كانوا أغنياء وزنوا وتعاطوا الزنا حتى افتقروا، لأن يعني الزنا شهوة لا تنتهي لا تنقطع، ومن زنى في بيوت الناس بدرهم زني في بيته بلا درهم، إن الزنا دين إن أنت أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. الزنا ليس أكثر من دين، الذي ينشر الزنا يتعرض للزنا. هذه ومثيلاتها كلمات تفيد بشاعة الزنا في المنطق الشرعي. فلو أن الإنسان دفعته نفسه، ولو أن الإنسان تفكر في الزنا وأصبح الآن يعرف أن الزنا له هذه المحاذير لتخوف من ذلك. يضاف إلى الزنا الآن أنه أصبح
وسيلة من وسائل نقل الموت السريع. ما بقاش غير الفقر الآن، بكري كالزلزال يجيب غير الفقر الآن ولا يجيب الموت. تعرفون أن بعض الدول جنوب إفريقيا ذكرت لكم فيها 6 ملايين معرض مصاب بالسيدة، معرض للوفاة، وأن بعض المدن سويتوا فيها ثلثها، ثلث المدينة، ثلث كالمدينة ساكنة المدينة تحمل فيروس السيدة، أي ثلث كل معرضون للموت. ودول أخرى في إفريقيا فيها هذه الفوضى أيضا تعرف هذا، والملايين الآن معرضون ومرشحون للوفاة بسبب السيدة. هذه عقوبة جديدة معجلة، أما العقوبات السابقة فهي باقية أيضا، بمعنى أن هذا يجعل الإنسان يبغض الزنا، مش يكف عن الزنا، يكره الزنا، يستقذر الزنا. وفعل الزنا في حقيقة قدر، حينما يكون الإنسان متزوجا وله زوجة تنتظره وتصون عرضه، وهو يخرج على أساس أنه إنسان محتال وماكر وأنه يتقن، فيزني بامرأة أخرى، أليس هذا غدرا؟ لو وجد امرأته تزني لسره ذلك؟ طبعا لا، أزبد وأرعد وربما وهدد بالقتل، ولكن أن يزني هو هذا لا, 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 لا شيء فيه. إذن هو أيضا يسيء إلى زوجته ويحمل الأذى إلى أبنائه. وأنتم تعلمون الآن أن من حملة هذا الفيروس مجموعة كبيرة من الأطفال لم يفعلوا شيئا، لم يقترفوا إثما، وإنما تفضل عليهم آباؤهم بهذه الهدية فخرجوا إلى الدنيا وهم يحملون فيروس السيدة والعياذ بالله. إذن هذا فيه إجرام أكثر من هذا الشيء؟ هل هناك إجرام أن يجرم الإنسان أن يعتدي على زوجته وأن يعتدي على أبنائه الأبرياء وأن يخرج إلى هذا الكون لهذا الوجود أناس يحملون هذا الفيروس، ومن بعد يقول لك هذا غير نشاط؟ تدمر العالم كله نشاط. إن قلت هذا الاستحضار وهذه المعرفة بالآثار التي تأتي بها هذه الأفعال، شأنها كما قلت أن تجعل الإنسان مبغضا للشهوة وكارها لها، ويصير ذلك كما قلت حالا فيه، أي وضعا فيه. إذن فالمخافة مؤثرة في الجوارح، مؤثرة في حال الإنسان نفسه، مؤثرة هذه المخافة في الأفعال التي تصدر عنه، وبالتالي تكون المخافة حينئذ مخافة شرعية ومخافة معروفة. هذا شأن المخافة. هذه المخافة الآن أو خوف الله إذا تحدثنا عنه، قلنا إن المخافة أو خوف الله حسن، كل أنواع المخافة هي شيء حسن، والواقع أن هذا الكلام يحتاج إلى تحديد وإلى ضبط وإلى تقييد. المخافة أو خوف الله على درجات، هناك درجة أولى مضرة، ودرجة ثالثة مضرة، ودرجة وسطى هي المعبرة عن حقيقة المخافة النافعة. هناك درجة أولى، هذه المخافة التي هي عبارة عن رقة في القلب خفيفة تعرض للإنسان حينما يقرأ القرآن أو يرى بعض المشاهد فينفعل معها، تنزل دموع من هنا وهنا من العينين، يضطرب قليلا ثم ينتهي المشهد ويتحول الإنسان إلى ما كان عليه. هذا الذي كان يبكي، هذا الذي كان ممتقعا لونه خرج، فإذا به يكذب، وإذا به يفعل كل الجرائم التي كان يبكي. وعنده أنه من أتقى الناس، لأنه باقي على عقله واحد النهار كان يبكي ويرى نفسه كذلك، ويخرج إلى كل الجرائم، كل الأفعال التي يفعلها الآخرون، ولكنه دائما عنده في المذكرة دياله بأنه
هو من تائبين ومن الخائفين، لأنه واحد النهار كان يبكي ويرى أنه إذا تحدث القرآن أو تحدث السنة عن أناس يدرفون الدمع يقول هو ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يقول هو هذا الحديث أنا هو بعد مولاه هذه بلاصتي هذه مكبطها الآن. هذا نوع من الخداع. الخوف الذي هو مظاهر آنية أو تجليات جسدية في لحظة معينة ليست هي الخوف الحقيقي الذي ينفع الإنسان. هناك أناس يحدث منهم أن يسمعوا القرآن فيبكون بكاء أو يصدرون أصواتا كأنهم صافي استوعبوا القرآن، هذا كله ما عنده شيء أهمية ولو عنده شيء أهمية، لأن القرآن يريد ما هو أعمق من ذلك. ما هو أعمق من ذلك؟ أي سهلة، الأشياء سهلة. واحد مثلا تقول تتكلم أنت على كذا يبكي، واحد يرفع صوته يقول الله، واحد يسمع القرآن ربما يقول القرآن الله، بحال يديروا في جهات أخرى في الشرق وكذا الله، لما هو وراء صافي ذاب مع القرآن. هذه غير عادات، عادات لا قيمة لها، ما عندها شي حاجة، ما عندها شي حاجة. ما يقولوا في أحد المدرسين كان يدرس الناس يعظهم يعظهم وعظة من هذا القبيل، فأصبح الناس يبكون من حوله، يبكون هذا يبكي هذا يبكي هذا يبكي. ثم لما أنهى الموعظة والدرس والبكاء البكاء والنحيب التفت فلم يجد مصحفه، قال كلكم يبكي زين ولكن من أخذ مصحفي؟ قال كنت تبكي لكم تبكي ولكن مصحف ما بقاش ديته. هؤلاء يبكون ويجمعوا المصحف جوج يبكي وسرق المصحف كيف كيف. الإنسان يجب أن ينتبه إلى هذا حتى لا يغتر. لا تحسب أنك إن بكيت يوما ما أن ذلك هو حقيقة الخوف، قد يكون ذلك عنوانا أو بداية، وهو على كل حال عمل أن تبكي من خشية الله شيء جميل، لكن إلى متى تستمر هذه الخشية؟ إلى أن تصير هذه وضعا، هذه الخشية حال تتلبس بها نفسك وتصير صفة لك، وحينئذ تكون قد خشعت. ولذلك المزعج الآن شنو هو هذا المنظر، الذي يبكي الذي يخشع الذي يفعل كذا والذي يفعل والذي يغرر بالناس، ولكن الناس حينما يخرجون أو حينما يتعاملون معه يجدون شيئا آخر. هؤلاء يريدون أن يحكموا على التربية الإسلامية بالإفلاس، يريدون أن ينفروا الناس من توجيه الإسلام. إذا كان الإنسان لا يتزيى لا يتمظهر بشيء من مظاهر الدين فالأمر على كل حال هو في حالة واضحة، لكن أن يتقمص الإنسان كل مظاهر الدين ويعتبر أنه بتقمصه ذلك قد انتهى من شغل الدين، هذه هي الكارثة التي جلبت على المسلمين كثيرا من المتاعب وأساءت إلى صورة المسلمين. إذن هذه صورة حالة. الحالة الثانية أو الثالثة التي هي أيضا غير جيدة، وهي خروج الخوف ومخافة الله عن الحد المعتدل، وتعمق الإنسان ومبالغته في ذلك إلى درجة اليأس والقنوط، أصبح يخاف من الله تعالى ولكنه لم يعلم أن الله تعالى رحيم بعباده، لم يعلم أن الله رؤوف أن الله يتوب عن عباده، لا، وإنما أصبح إنسان متشائما ليس له ثقة في رحمة الله، ويعمل ولكنه يعلم أن له ذنوبا سابقة وأن له تقصيرا سابقا وأن له أشياء مرت، فإذا هو ظل أسير هذه الذنوب وصار مركزا على هذه الذنوب لا يفكر في التوبة ولا في رحمة الله،
هذا إنسان قد خرج عن جادة. إن الله لا يستعظمه ذنب، إن الله لا يستعظمه ذنب، بمعنى ليس هناك ذنب أكبر من الله تعالى فالله لا يغفره. إن الله يغفر الذنوب جميعا، بكلمة جميعا، ولكن الإنسان يضع نفسه في باب التوبة فقط. فكم من إنسان بالغ في هذا الخوف ولم يفتح لنفسه باب الرجاء فانقطع وفقد الثقة بالله وظن أن الله لا بد معذبه، وبالتالي يصل إلى حالة يمكن أن يتأذى فيها جسميا ويتأذى فكريا ويتأذى نفسيا. يمكن أن الإنسان إذا مر بهذه الحالة أن يصاب بحالة من الاكتئاب ويمتنع من الخروج ويخاف أن يخرج إلى الناس، فهذه حالة يعالجها المسلم في نفسه بتحديد العقيدة أو بوضع العقيدة الصحيحة كما يجب أن تكون. إننا نعتقد في الله أنه غفور رحيم كما أنه سبحانه وتعالى شديد العقاب، ونجمع بين الخوف والرجاء في حياتنا حتى لا نشتط وحتى لا ندخل حالة اليأس ونعتقد بأن الله لا يغفر ذنبنا. لا، إننا إذا كنا في الطريق وأصبحنا نسير هذه الحركات وهذا الجسم وفق مشيئة الشرع فذلك هو المطلوب. الله تعالى غفور إذا علم من عباده صدق الطلب وصدق الرجوع إليه وصدق التوجه إليه فإن رحمته واسعة. ومالك رحمه الله حينما كان في فراش الموت وكأنه رأى شيئا قال: لو يعلم الناس ما أعد الله لعباده من الرحمة لكان ذلك سبب إقبالهم على الله سبحانه وتعالى. مالك في اللحظات الأخيرة من حياته كأنه أنس برحمة الله وقال: ليت الناس يعلمون ما أعده الله لعباده من الرحمة. هذا الميزان، الميزان الشرعي الذي ليس تفريطا ولكنه ليس خوفا قاتلا يؤدي بالإنسان إلى اليأس والقنوط والتوقف والانقطاع. إذن هذان درجتان من الخوف ليستا نافعتين. الدرجة الأولى الخفيفة هم كما قالوا شبهوه بالصوت الصغير تقاد به الدابة الكبيرة. إذا كان الصوت صغيرا، العمود صغير، واحد العمود صغير ونحن نقود به ناقة، هل يؤثر فيها؟ هل يحملها على الحركة؟ لا، قامت سعشمي، قامت سعشمي. فلا بد أن يكون الصوت الذي تضرب به الدابة لأجل أن تتحرك في مستوى جسمها، ولا بد تكون الحركة كذلك قوية لتحركها وتدفعها. لكن إذا كانت الدابة كبيرة والصوت قليل صغيرا كذلك هذه المخافة التي من هذا النوع التي هي عبارة عن تمتمات وعن شيء من هذا القبيل وعن درف دموع عادية ثم يتوقف الأمر، ليست هذه المخافة نافعة، ولا المخافة الأخرى المغلة التي تجعل الإنسان ييأس وينقطع، بل يبقى أن خوف الله خوف معتدل بين جامع بين الخوف والرجاء، وأن مخافة الله هي مخافة شرعية، وأن مخافة الله من شأنها أن تكون في نفس الأمر في نفس المؤمن مؤدية إلى اطمئنان المؤمن واستكانته إلى أمر الله وانضباط سلوكه وانضباط أحواله وانضباط أوضاعه مع الشرع، وهذه هي مخافة الله. إذا كانت المخافة حقيقية فلا يعني ذلك أن الإنسان يصير مضطربا نفسيا، لا، وضبط نفسه ويخاف الله ويرجو الله أو يشد التوازن. هو الآن لا يكذب على نفسه لأنه سلم الجوارح لله، هو ارتقى بذلك فجعل حالته أحواله كلها متلبسة بالخوف، فلذلك الشهوات مسكرها أصلا أبغضها، لم يعد يكذب لا خوفا من فلان ولا فلان لكن أصبح يحتقر الكذب، لم يعد يحب شيء من هذه الشهوات واللذات المحرمة لأنه رأى أنها مؤدية إلى سقر إلى الجحيم. إذن هذه بكيفية عامة هي مواصفات مخافة الله عز وجل التي يطلب من الإنسان المؤمن أن يركز ويوطن الحياة والنفس عليه. هذا الآن نحن الآن مطالبون بمخافة الله،
أن ننشئ في أنفسنا نرعى هذا في نفوسنا. ورعايتها الآية ديال اش هي؟ هو شواهد. إذا لا تمد يدك إلى الحرام كما تمشي يدك الحرام راك تعرف أنك تخاف الله. ولا كنت أنت يا تخاف الله كما تبغي ولكن تمد يدك إلى الحرام تأكل الربا كان معه يكون كذا هو يمشي في الصف الأول هو عايش بالانتريس بالربا. وقالوا لنا شكون قال لك شي واحد هذه قلت المخافه من الله شكون شي واحد اللي غادي يدخل معك القبر ديالك ولا شي واحد غادي يجلد معك لا انت بعدك الربا حرام معنا حرام فضيع لك من هذه المساله هذه. قال لي سي فلان وقال لي سي فلان ما يقول لك لا قول غير تاكل الربا وصافي وجهت ما تقول لك انت كاع الامه قالت حرام انت غير واحد سي فلان وتقته هو زعما بعدا هذه اعتقلت العقل كاين. كنا غادي نمشيو فواحد الطريق كاع الناس قالك اودي ها الطريق اللي تجي للدار البيضاء جا واحد المخربق قالك لا فوت لا تمشي للدار البيضاء فوت منها يمكن هذا يكون عنده الحق. شكون علاش عنده الحق 300 واحد فيهم السائقين فيهم الناس اللي يعرفوا الطريق فيهم الناس اللي يخدموا في الطريق كلهم قالك طريق الدار البيضاء منها انت تقول من لا طريق الدار البيضاء منها لا واحد السيد قالها لي ونحسن وتبعه بيل تشوف فين يوصلك هكذاك الشرع. كل الأمة العلماء قلت لا واحد السيد راه قال وروح معاه تدخلك فوت الدار البيضاء طريق مغنية قد توصل ما تحمرك ما غادي توصل لأنك وتنت راك باغي تلعب باغي تلعب. ولذلك لاحظ بعض الناس في التدين ديالهم لأنهم ضعاف في الدين ديالهم لو الناس شوف لو اختلفوا الناس في شقين لاخترت أنت الأتقى. الناس لو اختلفوا العلماء نص في نص تقول له شو هذه الفتوى قال فيها فلان تشوف العالم الأتقى العالم الأعلم العالم وتقول تمشي معاه ماشي تشوف التالي في المهيدر المهدر وتمشي تشد فيه ويجرك الجهنم وتمشي انت وياك. لان هذا انا قلت لكم لا مخافه الله غير وجودها. فكل التصرفات الان شوفوا نقول لكم هذه المساله باش نختموا ان شاء الله بها. الانسان الان وعبر التاريخ كان دائما ممتحن والان الانسان ممتحن اكثر. الانسان ممتحن يوميا يومين تعرض عليه شبهات وتعرض عليه إغراءات وتعرض له أشياء. فهذا الإنسان الآن لا يجوز له ما يجوزوش باش يدخل. واش السائق إذا كان واحد إنسان يسوق طائرة بوحدو عنده الحق ينعس أقول للناس واحد 10 دقائق ونفيق واش يسوق الطائرة والناس 10 دقائق كي تحل 10 دقائق تكون مشيت لا خير قبل ديك 10 دقائق. هذا موقف ما يقتضيش لا يتحمل الغفلة. هذا موقف ما يتحملش الغفله لان انت طائره وعندك مجموعه ديال الناس مفروض انك تبقى على صحه وانك الا غفلت مشيت مشى واحد مجموعه ديال الركاب مشاو معك. فكذلك حياتنا الان تقتضي مراجعه. وباش عرف المراجعه هو كثره السؤال في الدين. الناس اللي يسولوا في الدين ديالهم لانهم يخافون الله. كاين ناس اللي يسولوا في الدين كاين ناس اللي قابضها ما عنده كاع خبر حتى حاجه ما يسول عليها لا حلال ولا حرام ولا في المال ولا في التجاره ولا في البيع ولا حتى شي حاجه ما يعرفها حلال ولا حرام لا يسال. وكي تعجب الحال يبقى حتى واحد يروحوا من الاتقياء ومن الصالحين ومن كذا ومن المؤمنين. وثم الاقبال على التعلم. فروض ايها الاخوه داني بالكم دائما هذه القضيه هذه. والان شوفوا الان مساجد وخصكم تعرفوا هذه القضيه هذه رساله المسلم. رساله المسلم في ما كنتم. اذا انتهى العلم من المساجد رحمه الله على المعرفه بالاسلام. ما يمكنناش نعرفوا الاسلام ومساجدنا الان خاويه. ف لما كنتوا تشوفوا الناس كانوا باغي الاخره يكون الدرس من المغرب للعشاء كل المساجد في مستويات القرى البوادي كل شيء كل المساجد كل شيء قريه يمكن يكون فيها فقيه غير يسلك ومع ذلك المغرب للعشاء ما يمشيش شي واحد كل واحد يقول لها الفقيه هذه يقول لها الفقيه هذه. تعرفوا لذلك كان الفقيه شي اش واخا ما يكونش فقيه مزيان كان الفقيه عند الناس شي حاجه كبيره علاش لكن يرشدهم من المغرب للعشاء واحد يسولوا في الطهاره واحد يسولوا في كذا واحد يسولوا في كذا الفقيه يقول لي الفقيه يقول لي الفقيه كذا. ولذلك الناس لما كانوا يشرطوا الفقيه كانوا يشرطوا لانه كانوا يستافدوا منه ماشي يصليوا ويمشوا في حالهم. الان البوادي ما كاينش الان المدن الكبرى ما كاينش الدرس ولا شيء 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 اسمي ويوم اللي يجبر شي جريده راه يقراها ولا يجبر شي كتاب مقلوب راه يقراه ولا كذا. ولذلك يكون الفهم ديالو للدين ضعيف. فلا ننتظر ان الامه وهذا علامه الرشد والصحوه فيها ان لما تشوف الامه رجعت تجلس مع حلق العلم وتاخذ مواد وتاخذ دروس في كل مواد في التفسير في الفقه في كذا نعرف بان هذه الامه باغيه خايفه الله وخايفه من الحرام اللي توقع فيه وبالتالي هي تسال عنه. اما يكون غادي هكا مغمض وزايد داير مقولات ميمونه تعرف ربي وربي يعرف ميمونه وصافي وزيد وكذا واش الانسان يعيش على هذا الوهم 60 سنه 70 سنه
ممكنش باش يتعلم الصلاة. كاين اللي الصلاة الآن من الصلاة راه 60 سنة 70 سنة عمره ما صلى صلاة صحيحة واحدة. كاين اللي عايش 60 و70 سنة عمره ما صلى صلاة، عمره ما قلع جنابة مرة واحدة، ما قلعهاش، ما يعرفلهاش. مرة نشوف واحد جا عندي، واحد السيد كبير عنده ما قريب 90 سنة، قال لي سمعت هذا غير سمع شي مرة غير قلت قال لي كي سمعت أنا واحد الفقيه قال لي طلاق راه غير 3 مرات يطلق المرأة، الراجل يطلق المرأة. وعندي فايت انا قلت لكم شويه 90 كبير هذا يكون مات مش هذا. قلت له طبعا ما فيكم ما هذا عمره ما سمع الطلاق مره ثانيه فيمساكوا بمعروف. قال لي نعم عمري ما سمعت ترى هذه المره كان واحد شفقي قال هكا. قلت له انت يا واش جيت نسولك انا كنت نطلق زوجتك شحال طلقت انا نسولت هذا شحال تصور انك تطلق زوجك مره؟ قال لي نقول لي يمكن طلقتها شي 70 مره شي 80 مره شي وهذا في المدن هذا واقع هذا ماشي هذا واقع. ويحكي لي يقول لي طلقت قال لي طلقت زوجتي اكثر من 70 مره بالتاكيد. اذا كان هذا في مدينه في مدينه كبيره فما فاش تقول لي الناس اللي راهم في البوادي ومن سيقولوا اليهم هاد الناس اللي في الخيام واللي في القرى الصغيره وكذا كيفاش يكون الفهم ديالهم والفقه ديالهم والمعرفه ديالهم والوضوء ديالهم والطهاره ديالهم والحيض ديالهم وكذا كي غادي يعرفوا كي لاننا ما مقصره لا لا لا, لا, لا تعلموا الكثير من دينها. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. عملت سوءا وضربت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.